معك آيفون في شريحة واحدة، تقدر الآيفون يكون شريحتين باستخدام هذا الجهاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله بهذا الفيديو الجديد. الآن موجودين في جايتكس دبي 2016، والآن احنا موجودين في معرض بادر في قسم ستارت اب، وعندنا منتج صراحة رهيب اللي اسمه نوغا دول سيم. فكرة المنتج باختصار، معك آيفون في شريحة واحدة، تقدر الآيفون يكون شريحتين باستخدام هذا الجهاز. خلونا نتعرف عليه الآن. مثل ما نشوف هذا هو الجهاز عندنا، بتحط هنا الشريحة. طبعا الشريحة من نوع الميكرو سيم، وعندك هنا اللي هو منفذ الشحن. بطارية الجهاز ممكن تقعد معك من يوم ونص إلى يومين تقريبا، أو إلى 300 ساعة لو كنت ما تستخدم الجهاز. فنقدر نقول أنك تقدر تحط فيه شريحة مثلا خلينا نقول للطوارئ ولا للأزمات، أو أنك تستخدم رقم ثاني معك يكون للآيفون. الجهاز صراحة خفيف جدا، ويعني كأنه بطاقة صراف إلا أكبر شوي. وطبعا بيتوفر بلونين، هذا عندنا اللون الذهبي، وكذلك في اللون الثاني اللون الفضي، وبيكون بسعر 350 ريال، وبيتوفر طبعا في شهر ديسمبر القادم بالأسواق السعودية إن شاء الله، وكذلك على بعض المتاجر الإلكترونية. طبعا كل اللي عليك أنك تحمل هذا البرنامج اللي هو مور كارد من الأب ستور، موجود الآن، وترتبط بالبلوتوث مع الجهاز. بعد كذا خلاص الآن صار عندك اللي هو رقم ثاني، وتقدر تتصل وتستقبل منه كل حاجة، وكذلك تقدر أنك تخزن جهات اتصال خاصة بنفس هذه الشريحة الثانية. فيعني لو معك مثلا رقم للعمل ورقم مثلا رقم شخصي، فهذه بتحل لك المشكلة. ومن الحاجات الحلوة انك تقدر تستخدم كريموت لتصوير السيلفي. فمثلا لو دخلنا على نفس البرنامج، في عندنا هذا الزر، بمجرد انك تضغط عليه بتتحول لك الكاميرا، وقتها تقدر تاخذ سيلفي على راحتك. اوكي تمام، مثل ما نشوف الان. وكذلك الجهاز ممكن يرتبط مع الجوال حتى 10 امتار. بصراحة أشوف الفكرة جميلة جدا، وبإذن الله في شهر ديسمبر إذا وصل للأسواق نسوي له مراجعة، ولا نسوي له حاجة إذا أنتم مهتمين. أعطونا أراءكم بالتعليقات عن هذا الجهاز وعن هذا المشروع، بيكون في روابط المزيد من المعلومات أسفل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.